صباح الخير، نهاركم طيب الناس الكل. مرحبا بالجميع، موعد جديد من برنامجنا في تونس، نتقابلوا فيه معاكم كما كل يوم العشاء متاع الصباح حتى الماضي ساعة، مجموعة جديدة من المواضيع، من الفقرات، من الروبورتاجات ومن الاستضافات اللي تكون معنا وترافقنا إن شاء الله حتى الماضي ساعة. موعد الأخبار معاكم اليوم كما تعودتوا بنا في البداية، معكم فاتن روسيتي في التقديم، محرز غنوشي، كوثر بن ديلا. نهاركم طيب، نهاركم زين، يومك سعيد، أهلا وسهلا بيك. مرحبا مرحبا. نبداو بأحوال الطقس قبل ما نبداو في اهم المواضيع بالنسبه لليوم، ويظهر لي الخبر والموضوع اللي عليه برشا حديث، التحوير الوزيري اللي باش ياخذ جزء كبير من مواضيعنا اليوم، باش نرجعوا له بالتحليل بالنقاش، ونرجعوا زاده لردود الافعال مع كوثر من خلال المقالات الصحفيه وابرز التصريحات اللي جات بعد التحوير الوزيري اللي صار البارح 8 متاع الليل. هات نبداو باحوال الطقس. نرجو نحكيو على احوال الطقس خاصه بعد الاستقرار واعتدال اغلب المؤشرات الجويه خلال يوم الامس، عوده الشمس لفترات مطوله، ممكن الجانب الحركي واللي طلب منا نصيب من اليقظه باعتبار نشاط الرياح اللي توصل بالمناطق الساحليه وين سرعتها تقريبا وصلت المستوى 50 60 كيلومتر في الساعه، خاصه بالشمال بخليج حمامات وبجهه الساحل. استقرار بقى متواصل حتى خلال ليله الفارته ومع انطلاقه نهار اليوم، وهذه معطيات تاكدها لنا صوره القمر الاصطناعي الموجوده امامنا على الشاشه. كما قاعدين تلاحظوا ما زلنا معنيين بظهور مجموعه من السحب القليله باغلب مناطق البلاد، انما ردوا بالنا فيما يخص كتله السحب الموجوده شمال شرق الجزائر، وهي اللي تحمل في طياتها مجموعه من التغييرات خلال الساعات القادمه. علاش تشكلت السحب هذه في شمال شرق الجزائر؟ هذايا اللي باش نجاوبوا عليه من خلال الخريطه المواليه، وهذا يرجع بالاساس الى وصول مجموعه من الكتل الهوائيه البارده. قاعدين نشوفوا اللون الاخضر اللي هو يرمز لدرجه حراره نسبيه منخفضه مقارنه باللي عشناه خلال انطلاقه الاسبوع تقريبا على مختلف طبقات الغلاف الجوي، وان شاء الله الكتله هذه باش تشملنا بصفه تدريجيه. وممكن المعلومه اليوم اللي نحب نحكي عليها هو المعرفات ومؤشرات الكتل الهوائيه، نحكي على درجه حراره ممكن في مستوى اول، قيم الضغط الجوي، وايضا الرطوبه هي اللي تعطينا فكره على نسب بخار الماء في الكتله الهوائيه. واليوم كما كنت نحكي باش تشملنا الكتل الهوائيه البارده، هذاك علاش معلومه اليوم هي الجبهات، نحكي على نوعين من الجبهات بالنسبه لليوم. الجبهه البارده واللي هي تنتج على وصول الكتل الهوائيه البارده على ممكن على مناطق معنيه بدرجات حراره نسبيه مرتفعه وتميزت بالدفء، هذا ممكن اللي عشناه خلال يوم الامس، وهي تساهم عاده في نزول الامطار بكميات نسبيه هامه في حيز زمني وجيز، واللي انجر عليها بعد ما تعدى الجبهه البارده هو انخفاض درجات الحراره. بالنسبه للجبهه الدافئه تقريبا العكس، باش نكونوا معنيين بوصول الكتل الهوائيه نسبيا دافئه، الجبهه هذه وقت اللي تقريبا تتشكل وتمر فتساهم في نزول الامطار باش تكون عندها امتداد جغرافي اكثر نسبيا مقارنه بالجبهه البارده، وايضا فتره نزول الامطار تكون مطوله نسبيا، واللي نعيشوه وقت اللي تتعدى الجبهه الدافئه هو ارتفاع في درجات الحراره. وبناء على هذا كما كنت نحكي باش نكونوا معنيين بمجموعه من التغييرات نتيجه لمرور جبهه بارده، باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل من خلال الخرائط المواليه. كما نجموا نشوفوا كما كنت نحكي معنيين ان شاء الله بمرور جبهه نسبيا بارده، هذاك علاش باش نكونوا معنيين بنزول امطار تكون عندها صبغه رعديه بمناطق الشمال بدرجه اولى، وممكن تشمل حتى محليا المرتفعات الغربيه لبلادنا، نحكي على القاصرين، الكاف، سليانه، جدوبه وباجه. بالنسبه لمناطق الشمال الشرقي باش تشملها الجبهه هذه بصفه تدريجيه اخر النهار بفاعليه اقل، امطار تكون احيانا غزيره وامكانيه تساقط البرد باماكن محدوده. يبقى الجانب الحركي يميز الوضعيه الجويه اليوم، سرعه الرياح تقريبا اللي توصل المستوى 50 كيلومتر في الساعه بسواحلنا الشماليه بل تتجاوز حتى 80 اثناء مرور سحب رعديه، تبعا لذلك البحر يكون مضطرب تدريجيا قليل الاضطراب بفعل اقل بالسواحل الشرقيه لبلادنا. بالنسبه لخليج حمامات جهه الساحل البحر يكون مضطرب ومتموج بخليج قابس. بالنسبه لدرجات الحراره اليوم ممكن باش نسجلوا تراجع طفيف مقارنه باللي عشناه خلال 24 ساعه الفارته بمناطق الشمال، وهذا يرجع بالاساس الى وصول الكتل الهوائيه البارده نسبيا اللي حكينا عليها في بدايه المداخله. اليوم فيما يخص الحراره القصوى تقريبا تكون في اوائل العشرينات باغلب مناطق البلاد، وممكن تسجلوا تراجع طفيف بدرجه او بدرجتين مقارنه بالعشنه خلال 24 ساعه الفارته بمناطق الوسط الشرقي وايضا الجنوب. من هنا حتى لاخر نهار باش اللي يميز حاله السماء هو ظهور مجموعه من السحب العابره، انما خلال الليله القادمه ممكن باش تشمل الامطار اللي تكون عندها صبغه رعديه بصفه تدريجيه محليا اغلب مناطق الوسط، ممكن شمال سوسه، القيروان وايضا القاصرين. بالنسبه ممكن مناطق الشمال تبقى معنيه بنزول زخات رعديه من الامطار، امكانيه تساقط البرد ديما تبقى وارده. مناطق الجنوب
تكون معنيه بنزول عفوا بظهور مجموعه من السحب العابره، وفيما يخص الجانب الحركي ان شاء الله باش تتقلص حده وفعاليه الرياح اخر الليله القادمه، والتقلص هذايا باش يكون واضح وجلي خلال يوم الغد ان شاء الله. ردوبنا من انخفاض درجه الحراره مساء، وتقريبا قيم درجه الحراره باش تكون دون العشر درجات بالمرتفعات بالقصرين بتلا بباجه جندوبه سليانه والكاف، وادفى نسبيا ببقيه المناطق، وممكن حتى مناطق الجنوب الغربي تعتبر درجه حراره نسبيا منخفضه. ردوبنا من التفاعل السريع والانخفاض السريع لدرجه الحراره ما يغرناش دفء الاجواء في منتصف النهار، راه الطقس يعتبر نسبيا بارد خلال المساء وخلال الصباح الباكر. نعرفوا توا هي عوده الصغيرات والتلاميذ لمقاعد الدراسه، نردوا بالنا من التغييرات المفاجئه ذي. وفيما يخص توقعاتنا الجويه خلال الفترات القادمه، معنيين بعد مرور الكتل الهوائيه البارده نسبيا بعوده الصحه وعوده الاستقرار خلال الفترات القادمه. وديما ناكدوا للمعطيات نتاعنا قابل للتحيين، تابعوا كل التحيينات على قنوات الاتصال الخاصه بالتلفزه الوطنيه وايضا المعهد الوطني للرصد الجوي، وكالعاده فقره الطقس تلقاها في صفحه البرنامج الفيسبوك في تونس. شكرا لك محرز، يعطيك الصحة. هذه كانت أحوال الطقس بالنسبة لليوم. نمشيو للفوتو دو جور، لارتيكل دو جور، برشا مقالات يتحدثوا على رقم قدمته بوصلة، نتحدثوا على التقرير اللي يظهر أمامكم على الشاشة، اقتطاع 81 دينار من أجور 17 نائب بمجلس نواب الشعب، المجموع هذايا يعني هذايا يرجع لغيابات عن المجلس، المعدل يكون لكل نائب 4 دينارات و800، نتحدثوا على فترة ممتدة من جويلية 2017 لجويلية 2018، معناها الغيابات على امتداد سنة ل 17 نائب تتكلف لهم 4 دينارات و800 حسب الشهادة اللي تقدم بها مدير عام الشؤون المالية بمجلس نواب الشعب لبوصلة، اللي تقدمت بطلب للنفاذ للمعلومة بتاريخ 31 أوت وتحصلت على الورقة هذه اللي من بعد زادة حتى كوثر في الغوفيو دو بريس باش تكون لها عودة. على كل احنا هذا الرقم اللي موجود أمامنا حسب بوصلة بتبيعة وحسب التقرير والشهادة الموجودة أمامكم على الشاشة، سؤال يطرح نفسه كيفاش يتم احتساب المبلغ هذي 4 دينارات و800 في وقت اللي نعرفه أنه موظف عمومي اليوم وقت اللي يتغيب نهار بركة تتكلف له أكثر من هكا الحكاية، قد توصل حتى ل 100 دينار إذا كان نحكيه على موظف سامي. نرجعوا للكوثر ونمشيوا للغوفي دو بريس اللي اليوم كما قلنا من اهم المواضيع واللي اليوم من غير منازع على حديث يتصدر المقالات والجرائد، نتحدثوا على التحوير الوزاري. كوثر، الشان السياسي طغى على الاحداث اليوم، لكن ميساج مادام بديت بوصله خلينا نبقاو في نفس الموضوع. البارحه منظمه بوصله كانت قدمت تقريرها السنوي وبينت فيه اهم اكثر الغيابات الحضور نتاع النواب، وتعرفوا اللي بوصله وليت عندها تقاليد في الموضوع هذا، عاده اكثر ما يشد الانتباه في التقارير نتاعها هي مسألة الغيابات، التصويت النائب اللي ساعات يكون معناها فيه التباس وإلا خروقات. لكن البارح أكثر ما ميز التقرير هو الحديث على الاقتطاع من الأجور، وكما أشرت أنت كان 4808 مليمات للنائب الواحد. البارح فما تصريح وبالأحرى توضيح يجي على لسان بن غازي وضح فيه حقيقة قيمة الاقتطاع من أجور النواب. الحقيقة المقال ولا تصريح ما حكاش على حقيقة الاقتطاع بقدر ما حكى على حقيقة الوثيقه اللي تحصلت عليها بوصله، وقال اللي مجلس نواب الشعب ما مدش المنظمه بوصله الوثيقه هذيك. يشكك تماما في صدق معناها الوثيقه هذه. ومين حصلت عليها؟ وقال اللي مجلس نواب الشعب في اطار حمايه المعطيات الشخصيه ما قدمش الوثيقه البوصله، ما تناولش الحديث اي اشاره على الاقتطاع وكيفاش معناها الاقتطاع كان ضعيف والا مقارنته باجور العاملين في القطاع العمومي الاقتطاعات الاخرى. هذا اكثر حاجه كانت جلبت الانتباه قبل لحظات من اعلان التحوير الوزاري اللي كان في العشيه البارح، موضوع تناقلته كل الجرايد المكتوبه اليوم وحكيت وتفاعلت مع الموضوع هذا. تعرف اللي فما تحليل واكثر من زاويه نظر للحكومه هذه تناولوها جرايد اليوم. كما قبل ما نتعدي وسامحني كوثر، خليني نرحب بحسام اللي التحق بنا صباح النور. حسام نهارك زين، ونزيد سطر موجود في تقرير بوصله زاد يتحدث على ترتيب الكتل من حيث الحضور. نلقاو كتلة حركة النهضة في المرتبة الأولى، تليها مشروع تونس والكتلة الديمقراطية، في حين كتلة نداء تونس هي أقل كتلة انضباطا من حيث الحضور. زي زاد موضوع مهم جدا مدى التزام النواب بالحضور.
الدستور في الجلسات بمجلس النواب الشعب اللي كما قلت انت كوثر اليوم التحوير الوزاري يطغى على الخبر هذايا ونلقاوه موجود بدرجه ثانيه في المقالات. صحيح. نرجعوا للتحوير. برشا صحف كتبوا في الموضوع هذايا، كيفاش حسيلو عرفتك اللي فلوها فليين الحكومه اللي تركيبتها الكفاءات الشخصيات الولاءات للولاء للحزب اليوم صبيحه تقول ثالث حكومه للشاهد في سنتين تونسي يهودي على راس السياحه النداء حاضر بالغياب والمشروع اكبر مستفيد. يقول لك المقال حاضر الحكم في القصبه وباردو والمعارضه في قرطاج. لهنا نستنجو بعد ما تم الاعلان على التحوير الحكومي وعلاش تم وضع هذا العنوان بالذات. هو يمكن اكثر مجلب للانتباه خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي تعيين روني ترابلسي على راس وزاره السياحه. سياحة. لكن هذا ما يمنعش اللي زاد كمال مرجان تصدر البارح حديث المواقع الالكترونيه. لهنا صباح كيفاش تناولت الموضوع؟ حكيت على حكومه الشاهد الجديده اللي سجلت استعانه بوزير كان موجود قبل الثوره قبل 2011 اللي هو كمال مرجان وتم تعيين وزيرا مكلفا بالوظيفه العموميه. حاجه اخرى نحكيو على رضوان عياره اللي كان وزيرا للنقل تم تعيينه على اساس في وزاره جديده هي خاصه بشؤون الهجره. هي بطبيعه الحال الوزاره هذه كانت ضمن البرنامج الانتخابي لحزب نداء تونس. رضوان عياره زاد نذكره اللي هو كان كاتب الدوله لدى وزير الخارجيه ايامات السي طيب البكوش. سيدة لونيسي جي إلى وزارة التشغيل وانسحاب سي فوزي عبد الرحمن. وعندنا زادة سونيا بالشيخ. سونيا بالشيخ اللي هي كانت كاتبة الدولة للصحة اليوم نلقاوها على رأس وزارة الشباب والرياضة. ويمكن أكثر زادة حاجة تفعلوا معها الناس اللي هو تعيين سي عبد الرؤوف الشريف على رأس وزارة الصحة ولد الميدان ولد القطاع وإن شاء الله يا رب يحقق الإفادة للقطاع وللي جايين باش يتفادوا من الخدمات الصحية. هذه أكثر حاجه نتمنوها. في المقال ايضا تحكي على حكومه يوسف الشاهد اللي الجديده واللي يجي في اطار وفي سياق سياسي متعثر بل وايضا ازمه. طبعا نزيدوا نواصلوا الحديث اليوم. يوسف الشاهد هل سيحشد اصوات النداءيين ام النهضه ام مشروع تونس؟ هذا ما سيتوضح داخل البرلمان ان تم تمرير الحكومه على البرلمان. تعرف الخلاف اللي صار فاتن وسمعنا به الناس الكل، والبارح فما كلمه تم استعمالها في حديث السيد رئيس الحكومه قررت تعيين. عادة يقول قررنا بلغة الجم. لهنا ربما السيناريو نتاع الحكومة الجديدة يحيلنا يرجعنا لسيناريو تعيين وزير الداخلية وكان فما رفض كبير، ولكن حصل على سي هشام الفراتي وزير الداخلية على 109 أصوات. هذا الرقم السحري اللي إن شاء الله تنيله الحكومة هذه وإن شاء الله يكون فما انفراج على المستوى السياسي. في تفاعل مع الموضوع الشارع المغاربي تقول أزمة خطيرة على رأس الدولة، الرئيس الباجي لن يحيل التحوير إلى البرلمان والنهضة ممثلة في الحكومة بسبع وزراء وخمسة كتاب دولة. البارح كانت معناها لحظات ربما ثواني بعد الاعلان على الحكومه الجديده المستشارين تاع السيد رئيس الجمهوريه يطلعوا الى وسائل الاعلام ويقولوا السيد رئيس الجمهوريه لم يكن يعلم بهذا التحرير ويرفض، وربما فما قائمه مشات له مخالفه مغايره للقائمه اللي تقدمت لهنا. أزمة على مستوى رئاسه. وهوني زاد وانت تتحدث على خطاب السيد رئيس الحكومه نرجعوا لكلمته اللي هو قال في اطار ما يسمحه لي القانون وفي اطار صلاحياتي نقدم التشكيله التاليه. واكيد زاد رساله مشفره قد تكون نفهموها اكثر وقت اللي نسمع تصريحات المستشارين سيد رئيس الجمهوريه. تعرف الاتصال السياسي راه كل كلمه بحسابها والاكيد راه باش تقع ترجمتها. باش نمشي للمجلس نواب الشعب في اطار استمرار الدوله. البارح كان فما جلسه عامه من اجل توجيه اسئله شفهيه الى وزير التنميه والاستثمار واللجان القاره تنطلق في مناقشه ابواب الميزانيه. المجلس نواب الشعب سي بون ريجل اللجان القاره نتاعو، فما امور تنظيميه قاعده تاخذ مسارها الطبيعي. مناقشه الميزانيه تبقى مهمه للتوانسه، وتعرف اللي الامور تمشي وسير الدوله يتم بالطريقه هذه. ناملوا يا ربي ان شاء الله الازمه والخلاف السياسي وعلى المستوى السياسي ما يمشيش للبرلمان. رغم هذه الحكايه معناها مربوطه ببعضها، مربوطه ببعضها. وكما قلت البارح اكثر ما ميز هو التقرير السنوي لمنظمه بوصله نشر الغيابات والاقتطاع من اجور النواب. باش نقعد انا ساقيه في القاعه ديما واقعيين
مستمعين باش نمشيو لموضوع اخر في الصحافه المكتوبه قبل ما نمروا للمواقع الالكترونيه. الشروق اليوم تقول بسبب انتشار المخدرات الجريمه في مرحله الجنون. علاش اخترت المقال هذايا فاتن انا بالذات؟ على خاطر البارح سيده ام لثلاثه اطفال توفيت في سوسه بعد ما سارق دخل دار بركاج باش يسرق لها كرهبتها توفيت. ربي يرحمها ربي يرحمها. لهنا اكثر حاجه وليت نستفسروا عليها المواطنين العاديين نعرفوا اللي فما تصاعد لوتيره العنف ومنسوب الجريمه في تونس والكل، لكن ديما نقولوا معناها حتى السراق ولاو يسرقوا في وضح النهار ما عادش يخافوا ولينا حتى معناها نبداو في بلاصه تبدا مليانه وتخاف على روح تتسائل انت شنو اللي يعملوا. والحقيقه هي حكايه المقال مخدرات. يربط هذيا بالمخدرات المخدرات سواء بفعل الجريمه على مستوى الاغتصاب البراكاج السرقه الكلها مربوطه ببعضها مجموعه من الارقام الحقيقه اللي لازم نكونوا مستنفرين في وضع توا اجتماعيا لازمنا نتحركوا الناس الكل. علماء الاجتماع قاعدين يقدموا في النصائح اللازمه وعلى المستوى الاجتماعي لازمنا نتحركوا كما قلت لك راهو لازمنا مستوى سياسي صحيح ويهم الشان العام في البلاد لكن اجتماعيا لازمنا زاده نحافظوا على استقرارنا وعلى الشان العام. باش نمشي للمواضيع الصادره في الصحافه الالكترونيه وفي تفاعل مع التحوير الوزاري بنتيشه اللي هو السيد نور الدين بنتيشه مستشار السيد رئيس الجمهوريه يقول الشاهد ارسل قائمه بالتحوير الوزاري والتشكيله الجديده مغايره عن التي اعلن عنها. لهنا اكثر من نقطه استفهام تتطرح فاتن في الموضوع هذايا علاش وكيفاش ني حقيقه الخلاف ويا ريت تتحل الاشكاليات هذيا على خاطر تعرف اللي التحوير الوزاري هذايا نجموا اكثر سؤال يتطرح شنو وما مدى نجاعه التحوير هذايا في ظرف 6 اشهر خاصه كي نحكيو على كفاءات معينه على راس الحكومه هذيا بالضبط. ان شاء الله تقدم الافاده وتكون ناجعه على مستوى المصلحه العامه. موضوع اخر باش نربطوا انا بالزاده بالحكومه. وزير الدفاع يطلب اعفائه من منصبه. السيده وزير الدفاع ثبت في مكانه ما وقعش تحويره لكن هذه معطيات هي لموقع موزايك افام تقول اللي السيد وزير الدفاع طلب من رئيس الجمهوريه اعفائه من مهامه ورئيس الجمهوريه رفض الموضوع هذايا في انتظار التاكيد بطبيعه الحال وتعرف اللي الموضوع هذا باش يكون عنده تبعات ناملوا انه الامور تصير نحو الانفراج هذا اكثر من نتمنوه سياسيا خلي الناس تتفرهد خاصه انه نحكيو على انفراج في 2019 ان شاء الله نكملوا 2018 باستقرار سياسي وحكومي. موضوع اخر تونس تتطلع الى استقطاب 8 ملايين سائح في 2019 واكتساح اسواق جديده. شخصيا لا يهمني روني طرابلسي سيد وزير السياحه الجديد كيفاش باش يؤدي اليمين على القسم الجمهوري على القران على اي حاجه المهم انا يهمني في الشان النجاح من بعد والنجاح نتاعو نعرفوا روني طرابلسي كفاءه رجل اعمال معناها وعنده درايه كبيره بالمجال هذايا واذا كان عيناه على راس الوزاره هذه هاي الطموح نتاعنا سي روني طرابلسي ان شاء الله نحقوا اكثر من 8 ملايين سائح في 2019. لهنا كوثر فما حاجه ممكن طرحت على مواقع التواصل الاجتماعي وطرحت مع اوت اوف برشا قالوها في بعض الاذاعات والتلفز هو حكايه تضارب المصالح معناتها هو سائح والميدان سي روني طرابلسي معناتها وعنده شركات تاع السياحه وكاله اسفار ما هو كي باش يولي وزير السياحه شنو مصير الشركات هذيك؟ يعني معناتها الناس تخاف تقول معناتها ممكن فما هنا كونفلي دانتيري وهذيك علاش ممكن مطالب انه يوضح معناتها كيفاش باش تكون العمليه ولو نحن ماذا بينا زاد الوزارات اللي هما بين قوسين وزاره التقنيه كما هكا وزاره السياحه وكذا ينجموا يتبدلوا وزاره السياده قاعدوا كما هما تولي فيهم حتى شيء وهذا ممكن اللي راه في التحوير الوزاري ممكن فما ناس شافت حاجات غريبه شويه اسماء ما يعرفوهمش قبل ولا اسماء ما توقعوهمش في الوزارات هذيك اما اللي صار انه وزارات تقنيه تبدلوا في انتظار انه بعد فما بعض الوزارات تاع السياده ولو اني راى انه الوزارات كل وزارات السياده معناتها فهمي اما فما وزارات متعارف عليها فيها حتى الاسم نتاعها وزاره السياده على كل ان شاء الله السياحه التونسيه ما تاثرش كل القطاعات نحكيو زاد على فتره زمنيه قصيره معناها ماهيش طويله برشا باش يتوليوها السيده للوزراء اللي تم ذكرهم الكل معناها رهان كبير انه في الفتره هذه شنو اللي ممكن تغير واحنا دوله قانون ومؤسسات معناتها المؤسسات تتواصل مهما كان الوزير مهما كان المسؤول ديما نفس السياسه هي اللي تتواصل ونتمنى ان شاء الله المستقبل الباهي لتونس مع اي وزير
يسير كان. ان شاء الله. نختم بمقال اخير للناس اللي تسال علاش سوم الكرافيت 60 دينار والا علاش ناكلوا كان في الحوت المربي ولا وين و... والله صدقني الناس متحيرين على الدجاج تو اكثر من الكرافيت. الاخطبوط اللي هو القرنيط هو معناها التفسير لتساؤلاتكم. تونس تكسب 186 مليون دينار من منتوجات الصيد البحري مع موفى سبتمبر سنه 2018. المقال هذا نقراوه في موقع المصدر. تونس حققت فائض في الميزان التجاري للصيد البحري قيمه تاع فلوس ارباح مهمه برشا. تم تصدير السلطعون، الحوت المربي ممثل في الورقه والقاروس وايضا القرنيط، وبرشا توانسه يقولوا ما عادش فما قرنيط، لا راهو موقعش استنزاف الثروه السمكيه وثروه الصيد البحري نتاعنا، بل وقع تصديره ومساش حتى العمله الصعبه. سلطعون ليلي جرد البحر عملت على سلطعون. اي بي لهنا ارقام مهمه على مستوى مدخول العمله الصعبه لبلادنا. باهي ياسر ميساج، خلينا نحكيوا حتى على الايرادات الماليه. ولهنا نحب نشير اللي الفلاحه يا فاتن في 2018 حققت ارقام قياسيه وربما في تماهي والا اكثر من الارقام اللي حققتها وزاره السياحه. لهنا لازمنا نراهنوا على الانتاج الفلاحي والبحري. ان شاء الله الفيضانات الاخيره نداركوها ونجبروا الاضرار للفلاحين. وعلى المستوى العام راهي الفلاحه قاعده تقدم في فايده كبيره للدوله التونسيه، وان شاء الله زاد اولاد البلاد يستفيدوا من الفلاحه نتاعنا. من مفارقات انه بالارقام معناها تلقى تحسن كبير على مستوى الفلاحي مقابل جدل كبير مطروح على السيد وزير الفلاحه اللي حافظ على الكرسي نتاعو، وبرشا ناس معناها تتناقش حول مدى فاعليه الاداء نتاعو كيفاش كان في الفتره نتاعو وعلاش تم الابقاء عليه في التشكيله الحكوميه. والبديل شكون فوالا؟ لانه معناتها طرحت على عديد الاسماء والحكايه طرحت قداش من مره. البديل على ما يبدو فما حد يحب يتحمل مسؤوليه نتاع وزاره الفلاحه وخاص في الفتره هذيا. ويبدو ان وزاره الفلاحه طرحت على اكثر من شخص بما فيهم عبد المجيد زار حسب التسريبات بطبيعه الحال اللي هو رئيس اتحاد الفلاحه والصيد البحري، الا انه رفض. لهنا وزاره الفلاحه اللي هي وزارة معناها صعيبة بشكل انه ما نرضيوش الفلاحين الكل، المهم القطاع يستحق. انا يظهر لي في الفترة هذه فما حتى وزارة سهلة، معناها تونس تمر بظرف حساس، كل وزارة هي وزارة صعيبة. راهو يا فاتن ستة اشهر ظرف وجيز باش من بعد راهو نحملوهم المسؤولية. دونك اللي خذا المهمة اليوم راهو لازمو يخدم برشا. برشا خدمه وزاد ما تهربش مسؤوليه ولا حتى مسؤوليه. هو اصلا هالستة اشهر كافيه حتى يطلع على الملفات ويعرف خبيه الوزاره نتاعو ويشوف المشاكل وين ويشوف الدوسيات المعلقه. هذه اصلا سؤال يطرح نفسه. باهي نمشيو للحسام ونشوفوا ابرز ما جاء في مواقع التواصل وفي الانترنت. باش نبدا من منين وفات كوثر نحكيو على فلاحه المره، باش نحكي على تتويج تونسي جينا من نيويورك المره الثانيه نحكيو على كريم الفتوري اللي ياخو الشركه نتاعو اللي اوليف كو اللي كو اللي تعمل وتعلب الزيت وتبيعه لبرا، هذاك علاش ما تسيبش في فلسطين معناتها في تونس. ربحها جائزه احسن منتوج لزيت الزيتون في العالم. نعرفوا جديد هذا المقال، مازال جديد المقال هذا اللي هو لانه خذاها للعام الثاني على التوالي، خذاها عامني ورزت عاود خذاها. اي خاطر نعرف اللي معناها عامني وخذينا جائزه هذاك علاش للعام الثاني على التوالي. خذاها للعام الثاني على التوالي كريم الفتوري خذا الجائزه هذه. علاش انا حبيت نربطها بموضوع اخر؟ لانه تونس باش لهنا معناتها مقال هو تنشر ما يحكي على الزيت الزيتون التونسي اللي هي بين قوسين مصائب وخم عند قوم فوائد. وفي ايطاليا تويكا في السود نتاع ايطاليا عنده مشكله كبيره اللي هي فهم بكتيريا قاعده تضرب في الزيتون. الانتاج نتاعهم طاح ب 50% وقالت ممكن مش يكون عندها تاثير على الصادرات نتاعها بدرجه توصل ل 38%. شكون باش يستنفع من الحكايه هذه؟ هي تونس. تونس مع زوز تتويجات هذوما المتتاليين العامين في جرت بعضهم. تونس تربح الجائزه العالميه كما هكا، وتونس نعرفوا عندها سمعه عالميه في زيت الزيتون. ممكن ياسر باش نكونوا مستنفعين. والفلاحه نتاعنا الفلاحه كانت اشاره انطلاق موسم جني الزيتون نهار الاحد اللي فات، ويظهر لي معاملين برشا على السيزون هذايا كما قالت كاثر. تو نشوفوا من بعد اكثر تفاصيل مع زميلنا حافظ بن عامر في رابط مباشر من صفاقس باش نحكيوا على انطلاق جني الزيتون الموسم هذايا اللي زاد في صفاقس اليوم. نتحطوا على جزء كبير من المعاصر اللي ما حلوش، على خاطر نحكيوا زاد على الصابه اللي تكون عام بعام. عامني كانت صابه كبيره في المقابل، فما كميات كبيره ما توزعتش وكانت موجوده. يبدو انه هذا اثر على الصناعه على عدد المعاصر اللي حلت. دونك تو من بعد
زاد حتى احنا في تونس عندنا شويه مشاكل راهو في الزيتون ما نكونوش ياسر متفائلين. فما حاجه ممكن هذوما الجوائز اللي تلقاها السجره ولا كيفاش اللي تغطي من بعد الغالب باش يقعد ديما سمعه المنتوج نتاعنا. اي جوده زايده وكميه في المقابل ارتفاع غير عادي في الاسعار معناها. ما فما هو عندك دو شوا، يا تخدم من برا تخدم على التصدير، يا تاخذ المارشي التونسي، ولا المارشي التونسي ما تعرف فما شويه تقلبات. حتى كي باش تخدم من برا عملوا قمروا الفلاحه باش يخدموا برا، وفهم برشا فلاحه خذوا القروضات وخذوا معناتها تعاملوا مع برشا معاصر. ما في الاخر كي تحسوا نتاع زيت الزيتونه من بعد الناس الكل ولا تجي تقول لك قال عاودونا وكذا، معناتها هي الحكايه كلها تقميره. معناتها كان فما سياسه واضحه للدوله، كان نجموا معناتها ما يلقاوش مشكل وواضح في باش يمشي زيت الزيتونه. لهنا كي تبدا فما سياسه واضحه كل واحد يتصرف بطريقته والنتيجه هي اللي صارت عم نتمناوها ما تصيرش السنة خاطر عم نقول. وزاد التصدير ما يصيرش على حساب المستهلك التونسي، معناها اليوم وقت اللي نخموا في عمله صعبه ونخموا في اسواق جديده ما يكونش على حساب التونسي اللي ما عادش خالط عليه زيت الزيتون. وهذا ينطبق على الدقله كيف كيف. كيف كيف كل حاجه كل شيء كل شيء نحكيو على حليب هاو يتم توريده، واليوم انت باش تلقى باكو حليب لصغارك معناها ريقك يشيح. للاسف الشديد. بين نمشيو لاخبار اخرى جايه مره من تركيا، بطوله العالم العربي لقوه الذكرى تونسي يربح. نحكيو على ياسين بن عبد الله ياخذ ثلاثه يحطم سبع ارقام قياسيه ويروح بالتيتر نتاع الدوره. ممكن عديت هذه اولا لانه خاطر فما خدمه كبيره قاعدين يخدموا فيها الجينيوس اكاديمي انترناشونال اللي هي موجوده في معناتها في تونس، وتاخذ جينيرالمون الشباب المغرومين بقوه الذاكره والحسابات الذهنيه اللي برشا ما عادش يمشيو لها. تو الناس مغرومه بالالعاب الالكترونيه، مغرومين برشا حاجات. الالعاب هذه اللي تنشط الذاكره والالعاب الذهنيه ما عادش يمشيو لهم برشا. وماجريسا يمشي ويجيب التيتر. اما هو الحاجه ممكن ما فهمتهاش انا هي بطوله العالم العربي وصارت في تركيا. ممكن هذه توضح لنا برشا حاجات قاعدين يصيروا. البارح تذكر حكينا على كندا لطبيب التبنيج اللي خذا جائزه وخذا تكريم كبير. اليوم نحكيو على طالب تونسي امين البراق اللي خذا جائزه احسن مقال جامعي في تورنتو الكنديه، ولهنا خذا يقرا في البوليتكنيك نتاع تورنتو وخذا جائزه احسن مقال جامعي في علوم الكمبيوتر. ماهيش سهله، مش سهله انك تكتب، ومش سهله زاده بالنسبه لنا احنا نعرفوا فما مشكله اللي هي الأغلبية الشباب ولا الناس اللي يقراوا معناتها المواد التقنية هذيا ما عندهمش قدرة كبيرة باش يكتب، ما عندهمش منهجية باش يكتب مقال تقني أو حتى مقال معناتها بطريقة الأدبية اللي نعرفوها احنا. هذا يربح جائزة أحسن مقال يظل معناتها نجمو كان نفرحوا به كتونسي، ونجمو زادة نقولوا وقيت كان بحثته الدولة يرجع باش ينجم يعاون الشباب ويأطرهم وإلا ينجموا يعطيوه. علاش ما يكونش موجود حتى في الكابينة نتاع الوزراء الجدد؟ علاش ما يكونش موجود في مراكز صنع القرار حتى يتفرما؟ مش بشرط تجيبوا ديريكت تحطوا وزير ولا تحطوا كاتب دولي، يبدا يتفرما بشوي بشوي لانه احنا نحبوا نهار اخر نلقاو وزراء شباب. هو كان كل وزير ياخذ معاه في المكتب نتاعه مجموعه من الشباب اللي يكونوا مختصين في مجالات متعدده، اكيد تكون عندهم اضافه ويصنعوا الفارق. معناها حتى في الكوميونيكاسيون اللي هي اليوم ازمه كبيره عند السياسيين، وشفنا هذايا في برشا فترات نتاع الازمات نلقاو مشاكل اتصاليه وما نعرفوش حتى كيفاش نخرجوا للتوانسه ونوصلوا لهم معلومه والا نعطيو مساج نتاع طمئنه. يمكن هذايا زاده ينجم يكون يفرق وقت اللي نجيبوا برشا شباب معنا في مختلف الاختصاصات، وشباب مختلف الاختصاصات ومختلف زي التيارات السياسيه. لانه نعرفوا هم قاعدين يخدموا في الشباب، اما مش يخدموا لهم شويه الحملات الانتخابيه نتاعهم ولاد الحزب نتاعهم يحضر معاه في الديوان ومن بعد خرج الوزير يخرج معاه. معناتها نحب واحد تواصل الدوله، تواصل المؤسسات، تجيب مجموعه من الشباب تقول هذوما راهم شباب المستقبل، هذوما باش يكونوا لي ليدور من بعد كما قالت اسمه الليدرشيب معناتها نتاعنا، باش يوليو ان شاء الله في المستقبل القريب. بين شو توا الصورة أخرى جينا من الهند، المرة هذه باش نحكيو على عبد الرحمن البخاري، هو فنان تونسي يخدم على موسيقى العالم، كل مرة ياخذ نوع من الموسيقات، عمل كليب على أحد الموسيقات الهندية التراثية بزهره بارتاجيها رئيس الوزراء الهندي. السيد لاحظ الفيديو معناتها تصور أنت ملايين ولاو معناتها تعرف الهند قداش فيها وتعرف رئيس الوزراء قداش عنده على الكونت نتاعو، وهذه نوع من أنواع الإشهار ممكن للفنانين التوانسة وإلا للتقارب ما بين تونس والهند، لأنه العلاقات مش كما معناتها ممكن كنا نجم نكونوا اقرب برشا من هكا. ما نعرفوش برشا على الهند كما الهند ما تعرفش برشا على تونس. وقيد توا بدات تقرب الحكايه ونتصور ينجموا التوانسه يعملوا حاجات معناتها تشبه الهند، بالاخص في حكايه اللبسه التقليديه التونسيه تقرب في برشا حاجات للبسه التقليديه الهنديه، ونتصور ينجموا يلقاو التونيل الموجود ما بيناتهم. المنظمه العالميه لسباحه المياه المفتوحه ترشح نجيب بالهادي، اللي هو علاش نجيب بالهادي بالذات خاطر يعطي في دروس في العزيمه. راهو معناتها متقاعد من الجيش الوطني وعامل عمليه على القلب المفتوح، وراهو يعمل في تحديات كبيره برشا. معناتها يعوم مش يعوم معناتها في المياه الدافئه ولا في الصيف ولا كذا، يجي وقت البرد وقت تبدا التيارات قويه
يحب هو مغروم بالتحديات، التشالنج يحب يعملهم بطريقه خاصه. ممكن الف تحيه لنجيب الهادي سواء ربح ولا ما ربحش، اما لفيت انه مترشح مع اصراره خاصه. اي ومعروف راه عالميا معناتها الناس اللي تعمل في المياه المفتوحه معروف عالميا نجيب الهادي، ومعروف اللي هو انسان يتحدى يظهر لي فخر كبير ياسر لتونس. باش نكمل بزوز فيديوهات باش نحكيو على منازل المستقبل كيفاش باش يوليو. حكينا قبل على امبريسيون 3 دي اللي هي اتباع ثلاثيه الابعاد، كيفاش امبريمونت تحط فيها لي ماتيريو باش تخدم بهم وتهبط لك الحاجه حاضره. ممكن هذه كانت تشبه الكذب قبل، صارت في قبل صارت في الصين، تخدمت وقت عملوا حتى بورتمان كامل في الصين. اما حاليا ولو في التطبيق الجديد للعمليه هذه مش عملوا، ياخذوا ديار صغار اي معناتها ما تفوتش الكبر نتاعها 7 على 8 متر وتتخدم اون 3 دي لحظه الدار تكون حاضره، والدار هذيك تنجم ديبلاسيها من بعد تعملها كيما الكرفان، تركبها في الكرفان نتاعك تهز تدور بها كل مره من بلاصه الى بلاصه اخرى. وهذه ممكن حاجه العالم ينجم يعاون بها البلدان الفقيره والناس اللي ما عندهمش. باهي هذه تحل ازمه السكن، خاصه نحن توا مع ارتفاع اسعار الاراضي تولي حل من الحلول. اما راهو زاده مش باش تحط الدار هذه بعد ما طلعتها اون 3 دي باش تهزها معناتها بالكهرباء نتاعك، ولا كان ما عندكش تهزها بالتوك توك، ولا كان ما عندكش تكركرها وحدك. مش باش تحطها على التروتوار زاد دارك، راهو فما بعض الاماكن المخصصه يلزمك تعرف فين تحطها. ممكن هذه شوف لي ماتيريول اللي يتصنعوا بهم الديار. هذه من الداخل كيفاش تنجم انت تزينها الدار نتاعك، وفما الاحجام هذا من الحجم الكبير حتى للحجم الصغير بطريقه معناتها افيكاس على الاخر. وممكن هذا المستقبل، شوف لي ماتريو معناتها لا سيمين لا باني لا حديد سته لا يجور درقديه، كلها معناتها بطريقه ايكولوجيك تعاون الطبيعه وطريقه سهله. اي قداش تتكلف هذه؟ تتكلف مبدئيا تتكلف، خاطر اللي باش يعملوهم معناتها فما جمعيات اللي باش ياخذون شارج الحكايه هذه، معناتها مش انا باش نمشي نقرر بسمبل. فما جمعيات تقول المنطقه هذه عندي فيها قداش من واحد مثلا ما عندوش الامكانيات، انا باش نبدي له هكا وهكا. المشروع هذا ان شاء الله تونس تتعاون مع حد ومعليها جربوها هذه تقاوم درجه الحراره فيضانات زلازل غيره. جربوها في امريكا، ونعرفوا امريكا من اكثر البلدان العرضه للكوارث الطبيعيه وكانت براتيك على الاخر. ونتمنوا تصير في تونس، اما نتمنوا يعطيهم بلاش في تونس ما يفكروهمش. هو راهو الاشاره على شكون باش يعطيهم بلاش؟ المقاولين نتاعنا المقاولين نتاعنا في تونس يواكبوا في التطورات على مستوى المقاوله والبنائات، فبالحق معناها فما حاجات قاعدين يستعملوا فيها وينصحوا بها الناس اللي يحبوا معناها يعملوا مسكن. فبالتاكيد اذا كان هذه ناجعه نتصور تجي لتونس في اقرب وقت. هو اي تكنولوجيا تبدا من الاول غاليه، مش في وقت اللي تتعمم من بعد تولي ارخص. وكنت تتعمم هذا علاش؟ لانه براتيك على الاخر وتتخدم بسرعه. مثلا انت كمش توليو بلاصه مثلا نلموا فيها اللاجئين ولا حاجه، باش تعمل خيم وباش تعمل درشين باش تكلف برشا. الامم المتحده تصب لك فلوس تعمل ديار كما هكا، لو فات بعد ما تكمل الازمه تاع اللاجئين الديار هذوك ولاو نجموا يسكنوا فيها مع عباد اخرين وتقعد معناتها ديورابل، تقعد اكثر ما يمكن اوقات. باش نعطيكم حاجه اخرى زاد براتيك برشا، نمشيو الفيديو اللي بعد. الفيديو اللي باش نختم به اللي هو اسمه البايك كار، هذا اخر اختراع عملوه. نعرفوا من المشاكل الكبيره لبرشا ناس تحب تستعمل بسيكل خاطر حاجه باهيه للصحه وبراتيك، وما عندهم مشكله انه تصبش المطر تبع حكايات كما هكا. عملوا لهم الطريقه دي البايك كار، هي كهرباء صغيره اما تتحرك كامل التدوير نفس الطريقه نتاع البسكليت معناها كما الطريقه نتاع البسكليت بالضبط. وجربوها وكانت ناجعه على الاخر، ما تخوش بلاصه حتى باش تبركيها معناتها ما تشد لك سباس نتاع سباس نتاع موتور نتاع كهرباء معناتها مش برشا. وحتى في امور السلامه وكل شيء كانت معناتها حاجه في كاسه. نوعيه تعجيل كيما هكاك معناها ما تنجمش تكون صالحه لكل زمان ومكان، معناها مثلا وحده كيما هكا تنجم تدور بها في تونس مع الحفر اللي عندنا في الكياسات وغيره. لا مع الحفر انت على ساق ما تنجمش تدور في تونس، اما نحكي علاش ديما نحاولوا ما اما هذه موجوده معناتها البسكليت موجوده وعملوها في كندا اللي هي بلاصه معناتها فيها برشا كالثلج وفيها برشا معناتها المعيقات الحاجات المعوقات الطبيعيه للتحرك. ورغم ذلك كانت ناجعه والحد الان مازال في طور التطبيق. ان شاء الله كي تتعمم التجربه ان شاء الله راهو في تونس، احنا نعرف في تونس عندنا ثقافه استعمال الدراجه رغم انه ما فماش لي بيست سيكلابل، معناتها رغم انه البلايص فين تنجم تدور البسيكل ما فماش. هي اصلا حتى هي هاي فالابل هاي تمشي في معناها في طريق ماهوش اي به. هو هذه التجربه كيفاش جربوها على البلايص الكل، مشات في الجبل مشات في الثلج مشات في اي مالها تنجم تمشي في تونس لاباس. الكاسات المحفره ما نسويش كجربوها اي تنجم اي يقعد فما عائق اخر اللي هو البركاجات، تعرف اللي يخرج حد موتور ويبركي ويضرب. كثر كيف باش نقعد نسمعك انت ونسمع فاتن، ما نجم نعمل حتى اختراع في تونس. لا لا احنا معناها ساعات ننفدلكوا شويه، ما بالحق اختراعات هامه جدا. شوف قداش البشريه
قاعده تتطور وقداش برشا حاجات قاعدين يتقدموا. نتمنوا انهم يوصلوا، نتمنوا انهم زاد حتى شبابنا معناها اختراع كيما هكا نجموا نصنعوا في تونس. احنا في تونس اليوم نصنعوا في الكراهب، نجموا نصنعوا حاجات كيما هكا. اي براتيك على الاخر معناتها بالحق لو براتيك على الاخر. وممكن هي الحكايه بداوها كبروجي صغير وماشي شركه وتكبر وان شاء الله راوها في تونس. وعلاش ليه نعملوا نيابه في تونس كيما عملت رواندا نيابه نتاع علي بابا، معناتها شركه علي بابا اللي هي شركه التسويق الالكتروني العالميه. كي دخلت لافريقيا مشات حتى بلاد، مشات رواندا اكاو اللي وقت اللي تونس كانت تنجم تكون هي الرابط ما بين بلدان المتوسط مع بلدان جنوب المتوسط وبلدان الشمال المتوسط. للاسف الشديد ما مشيناش برشا في البروجي هذا، علاش ما نجموش نعرفوا. اما ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا نلقاو بعض الشركات الالكترونيه، لانه التوانسه ماهمش ناقصين معناتها اين برشا في الامور هذه. ولو اكثر فاكثر يقبلوا على التجاره الالكترونيه. مش مازال التونسي يخاف شويه. فما ديجار اما اكثر من قبل معناها قاعده فما برشا تطور في النقطه هذه. شكرا لك حسام، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. شكرا كوثر كانت هذه متابعتنا. بعد شويه نرجعوا لك حسام كما العاده مع الاجندا، ونركزوا كما العاده على ايام قرطاج السينمائيه. اكيد اليوم ما حكيناش عليها في البدايات على خاطر برشا تحديث وبرشا تركيز على التحوير الوزاري اللي باش نواصلوا نحكيوا عليه ونتحدثوا عليه مع ضيفنا اللي يلتحق بنا بعد شويه عادل في الصحفي والمحلل السياسي. مع هو نعود نرجع بالتحليل على التشكيلة الحكومية الجديدة لرئيس الحكومة سيد يوسف الشاهد. الحقيقة القائمة طويلة جدا، نعطي منها بعض الأسماء. في وزارة العدل سيد كريم الجاموسي، سيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، سيد عبد الرؤوف شريف وزيرا للصحة، مختار الهمامي وزير شؤون المحلية والبيئة، سيد الهدي المكني وزير الأملاك الدولة وشؤون العقارية، سيدة سونيا بشيخ وزيرة شؤون شباب الرياضة، سيدة لونيسي وزير التكوين المهني والتشغيل، سيد روني ترابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية، سيد هشام بن أحمد وزير النقل، سيد نور الدين سالمي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، سيد رضوان عيارة وزير لدى الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، سيد محمد فاضل محفوظ وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. قائمة أخرى نكملها لكم بعد شوية، لكن نرحب بضيفي. مرحبا بك عادل، نهارك زين. شكرا على الدعوة. شكرا لك، مرحبا بك. أول سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي مواطن اليوم يتفرج فينا. البارح سيد رئيس الحكومة في كلمته أول ما بدأ يقول أنه التحوير الوزاري هذية هو حاول يكون فيه أكثر ما يمكن الحكومة تكون متضامنة متناسقة وتكون عندها كفاءة. الناس الكل تنتظر في التحوير الوزاري هذية على أساس باش يكون هو الحل ومخرج للأزمة السياسية اللي اليوم مطروحة في تونس. ردود الأفعال تجي عكس هذية تماما، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وسيد رئيس الجمهوريه اللي يقول ما في بالوش، ما تمش اعلامه انه باش يصير التحوير، ما تمش اعلامه بالتشكيله اللي تقدمت، تم اعطائه على ما يبدو قائمه اخرى، وهو يرفض التحوير الوزاري هذا. هل احنا ماشيين في تعميق الازمه اليوم عادل، ولا هذايا مشكل عابر وقد نتجاوزوه بسرعه؟ نعم، خلينا قبل كل شيء بيتر نحطوا المشاهد في اطاره، في اطار فهم السياسه في تونس. قلتها في مواضع اخرى. في الحقيقه ما عادش عندك المؤشرات العاديه باش نفهموا فيها السياسه بالمعنى المنطقي للكلمه، اللي هي السياسه العقلانيه المرتبطه بتسيير الشان العام. الناس تختلف حول تسيير الشان العام في اطار الدوله. احنا في تونس لا، السياسه تتفهم بقعده في قهوه، فلان يعرف فلان، فلان كذا، ما تفهمش علاش موجود غادي، علاش خرج، علاش خذا موقف اليوم، علاش اليوم في كتله مشى الكتله اخرى، اليوم في حزب غدوه معناها بوغ فو دير ان المساله صعبه شوي، ما تتحلل الا بالسياسه السياسويه اللي هي ماهيش مرتبطه بالدوله مثل ما قلت. والتحوير الوزاري هذا مثال. ثم النقطه الثانيه، تو احنا نسمو فيه تحوير وزاري ياك ولا لكن هذا تقريبا 8 ولا 9 وزارات جدد. انا بالنسبه لي هذه حكومه جديده، ماهوش تحوير وزاري. في بعض الصحف نتحدثوا على حكومه الشاهد الثالثه، حكومه الشاهد جوستومون بالمعنى هذا. يعني حكومه، وهذا هنا يدخل في نوع من التناقض مع كلام سي شاهد والناس اللي هي حوله. يعني الحزب السياسي اللي حوله نتاع حركه النهضه نتاع كتله الائتلاف الوطني ومعاهم يعني كتله الحره اللي هما شعارهم الاساسي الاستقرار الحكومي. حكومه كامله مشت الاستقرار الوحيد هو الشاهد. وبعض الوزراء اللي هما ما همش تابعين للشاهد، اللي هما وزاره السياديه يعني الدفاع
وكذلك يعني الخارجية وبوزير الداخلية منزل جديد إلى غير ذلك. أنا بالنسبة لي هذايا عكس ما كانوا يسموا فيه الاستقرار الحكومي، هذايا تحويل يعني حكومة جديدة كاملة لكن بصيغة أخرى يعني لا علاقة لها حتى بالأهداف. يعني هنا المشكل وين اللي طرحوا أنتم يعني زملاء كانوا طرحوه. المشكل الثاني، هل كم الكبير متاع التحويرات هذه هل يعقل يصير والحكومة ما زال في عمرها يعني 10 أشهر فقط؟ هذه غير معقول، خاصة أنه إحنا معناه البارح كي نسمع في كلام يعني سيد رئيس الحكومة قال من أجل كفاءة من أجل إعطاء نجاح، غير معقول. الشيء الوحيد اللي تتحلل به في الحقيقة الحكومة هذه هو ثم نقطة أساسية قالها هو يعني إيجاد يعني لحمة والتجانس حكومي، صحيح. الجماعة هذوما كل متجانسين، إما حول المشاركين هما من نهضة ولا كذا كذا، متجانسين مع بعضهم حول الاستقرار الحكومي أطور دشه. هذه النقطة الوحيدة. بقى الفاعلية والنجاعة على مستوى تسيير الشأن العام، بصراحة هذا ما يلزمش نكذبوا على العباد، ما يلزمش نكذبوا على التوانسة، ماهوش معقول تجيب وزراء يعني نحكي لك بصفة عامة، المدة يعني يلزموا على الأقل 3 أو 4 شهور باش يفهم، من بعد لو تون دو لاكسيون تري كور، ما عادش عنده ما يقدم، ونعطيك أمثلة بسيطة. تو مثلا باش نبحثوا على النجاعة، السيدة اللي هي تعينت وزيرة الشباب والرياضة، ما كانت كاتبت الدولة للصحة. ووزير الصحة خرج. أما أحسن للنجاعة وهي يبدو لي بنت الميدان، تمشي وزارة الصحة ولا تمشي وزارة الشباب والرياضة؟ باش تجي تعاود تكتشف وتعمل روداج من جديد، يعني حكاية الكفاءة دي ما عندهاش علاقة. كذلك هو يعني ربما تو نجي للنقطة في إجابة على السؤال بتاعك، كان في وزارة ثم وزارات جديدة ما كانتش موجودة. أنا هذا كان سؤالي اللي بعد، اليوم شنو الفايدة من أنه نصنعوا نخلقوا وزارات جديدة قبل 10 شهور من الانتخابات؟ أول حاجة أحيا من الرميم معناها وزارات اللي كانت ماهيش موجودة، وهو بيدو ما كانش مقتنع بها، كما الوزاره اللي كان شادها سي عبيد البريكي نتاع الوظيفه العموميه. اليوم نلقى سي كمال مرجال. سي كمال مرجال، يوم بلوس سي كمال مرجال، وظيفه عموميه راهيش معناها وظيفه عموميه، ماكش باش تسير الوظيفه العموميه، كل وزاره تسير اداراتها، المفروض هي نتاع اصلاح الاداره العموميه، هي وزاره نتاع اصلاح. هل يعقل انك تو تجي تعين واحد لمده عام ماكسيموم باش يصلح حكايه فارغه؟ دونك هو تعيين سياسي بالاساس، لا علاقه له بالفاعليه. رغم انه اسم كمال مرجان اليوم اثار برشا ردود افعال واثار جدل كبير على تواجده اساسا في الحكومه. علاش؟ ما انا بالنسبه لي هو داخل في اللوجيك العام، ما سي كمال مرجان ما ذكروش انت وقت كان ثم اعتصام باردو 2013 وبقى في المجلس التاسيسي مع حركه النهضه، ودارنيير مو مش قال يسعدني ان يكون مرشح لحركه النهضة وبمنطقة توابع. سي مرجان راهو فك العقلية نتاع بن علي نتاع 2007 و2008 و2009 اللي هي بدات نوعا من التطبيع مع الإسلاميين، راهو مش جديد، ماهوش مشكلة راهو مع الإسلاميين، مع على الأقل ندخلوا في إطار خدمة الدولة وفي إطار معناها خدمة الانتقال الديمقراطي وخدمة الشأن العام. بقى على مستوى الكفاءة، أنا بالنسبة لي حتى كانوا كفء راهو ما ينجمش في ظرف عام يعطي حتى حاجة. ثم معناها المسائل الأخرى، مثلا بالنسبة لوزير مثلا لوزير التكوين المهني والتشغيل اللي اثبت معناها نجاعته وخدم برشا دوسيات ويعني وقام بتحويرات كبيره الى غير ذلك، هل يعقل انه معناها كذلك يتم يعني تغييره؟ ثم على فكره هو عندي معلومه، هو كونه تم وهنا تجيك حكايه ربما القصر قالوا القائمه تغيرت، هو يبدو لي تم عرض عليه منصب وزير النقل، لكن يبدو لي سي فوزي بن عبد الرحمن رفض، وبالنسبه ليه اذا يبقى يبقى في الوزاره لانه عنده مشاريع عنده دوسيات، معناها سيتي بوغ ان اوم دو سيرفيس، ماهوش يعني حاجته بمنصب نامبورتو، عنده مشروع يبدو لي رفض وزاره النقل. دونك رفض يبدو لي القائمه اللي مشت للرئاسه، يبدو لي يعني للتثبت يبدو لي القائمه اللي مشت للرئاسه فيها فوزي بن عبد الرحمن، بعد كي فوزي رفض تم يعني التحوير اللي هو تم يعني كانت القائمة هذه بصفة عام. هنا معناها كما قلت هي يعني هو مس بالاستقرار الحكومي اللي هما يدعوه. الحاجة الثانية لا علاقة له بالكفاءة وبتسيير الشأن العام، ويدخل في إطار سياسي يعني خلق حزام جديد أوتور دو يوسف الشاهد. والرسالة الأخرى هي رسالة سياسية،
الحكومه هذه اكيد جدا باش تمشي البرلمان، وهنا هو كانه يعطي اجابه للرئاسه يقول له ما قلت لي ماشي البرلمان، هاي الحكومه هذه باش نهزها البرلمان. بقى باش يهزها البرلمان يلزم يضمن يعني 109 اصوات، حد ادنى من الاصوات، الحد الادنى الجماعه اللي تعطوها اصوات كلهم في الحكومه، يعني كتله الحره حركه يعني النهضة. حسابيا معناها مرور الحكومه هذه معناها متفق عليه، متفق عليه. بقى هنا نجوا للرياكسيون اللي هي حسب رايي اختيره، على خاطر ماهوش معقول راهو نوصلوا لمرحله ان مؤسسات الدوله تبدا تتضارب في بعضها. يعني اليوم سامحني عادل، اليوم الصباح مدام سعيده قراش في تصريح لشمس اف ام تربط اللي صار البارح مع السيد رئيس الحكومه بانه سياسيا واخلاقويا غير مسموح به، والرئاسه الجمهوريه ترفض هذه لانه تعتبر انه صار تجاوز للسيد رئيس الجمهوريه وترفض التحوير هذه. معناها الامور مربوطه، ما تخلطش في نقاش نتاع شكون خذا الوزاره هذه وشكون خذا هذه، وما صارش اختلاف على اسماء بقدر انهم يرفضوا المبدا كيفاش تم تجاوز الرئيس، مدوا بقائمه ماهيش هي القائمه اللي تم الاعلان عليها، وبالحرف تقول انه سيد رئيس الجمهوريه اسمع معناها بالتحوير كما الناس الكل من خلال شافت الشاشه التلفزه. والله انا كنت نقرا في ما عادش نذكر المصدر ولا المصداقيه ونحمل حتى المصدر المسؤوليه في بزنس نيوز اليوم نقرا قبيله في مقال حسب ما ورد انه الشاهد كلم رئيس الجمهوريه امس الصباح وقال له باش نعمل كذا كذا، ويبدو انه قال له معناها نحي ابار بيان سور الوزارات اللي هي تهم رئاسه الجمهوريه اللي هي وزاره يعني الخارجيه ووزاره الدفاع، الاخرى من مشمولات معناها وزير هذا اللي قريته اليوم الصباح. اسكو وهذا هو في جانب اللخبطه، يعني مش معقول سوا في الرياكسيون سوا كذلك في تضارب المواقف، معناها نحس كاني يعني غير معقول، مساله غير معقوله اني مؤسسه رئاسه الجمهوريه ومؤسستي رئيس الحكومه يدخلوا في كونفلي وتصريحات مضاده. الاختير وين في المساله؟ الاختير انه شنو الصوره نتاع الدوله اللي نبعثوها للمواطن واحنا على ابواب انتخابات. واخطر ما فما هذه اني تبدا صوره الدوله ضعيفه، لانه احنا نشوفوا في البلدان العربيه الاخرى للاسف معناها اللي فما معناها اللي شهدت نوع من التحركات اللي ادت الى فوضى عامه وسقوط الدوله وقتل وحروب اهليه الى غير ذلك. علاش؟ لاني صوره الدوله ما هيش مترسخة للأسف في عديد البلدان، ما زالت ما يسمى بثقافات قبل الدولة هي الطاغية، إما ثقافات يعني لكوميونتي الطائفية أو الثقافات الجهوية أو الثقافات العشائرية والقبلية والدينية إلى غير ذلك. نحن لحسن الحظ في تاريخنا وعندنا تاريخ نتاع دولة عريق، نحكي في الدولة الوطنية من الإصلاحات اللي يعني حتى الدولة في فترة الاستقلال وبورقيبة إلى غير ذلك حتى لما بعد الثورة، للأسف هالتراث نتاع تقليد الدولة السياسيين نتاعنا قاعدين يضربوا فيه. احنا في فترة ما قلنا النهضة بحكم أن يتمثل عندها نوع من الثقافة ما قبل الدولة اللي يتمثل الإسلام السياسي والإسلام الدولة ولا كذا، تجاوزنا كل المسائل هذيك. المشكلة في الناس اللي هي المفروض تمثل التوجه الحداثي واللي هي المرتبطه بفكره الدوله الوطنيه وبورقيبيه وكذا كذا، هما اللي دمروا للاسف هالدوله هذه. كي نقروا احنا توا في صلب معناها اللي هما كانوا نفس الحزب يا اخي الباجي قائد السبسي وكذا، نفس ربما نسميها المنظومه اللي نجحت في 2014 نفس الحزب، ويوسف الشاهد وصل لرئاسه الحكومه معناها بتزكيه من رئيس الجمهوريه الباجي قائد السبسي، وهو اللي راهن عليه وهو اللي حطوه في المنصب هذاك. اي وهذا راهو حدا كي نقولوا هكا، هذا اللي وصلنا له هالكونفلي، هذا اللي هو يعطي صوره سيئه للمواطن، خاصه ونحن على ابواب 2019. الوضعيه هذه راهي باش تكون كارثيه على مستوى الالكتورا اون 2019. الناس ماهيش باش تمشي تنتخب. علاش؟ باش يقول لك يعني اذا كان رموز الدوله مش حد، ما عادش المساله نتاع الحزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الفلاني، هذه رموز الدوله مؤسسات قاعده تتضارب على بعضها. والاخطر من ذلك يا اخي علاش يتضاربوا؟ علاش سيدي نجوا للب المشكل، شنو الاختلافات بيناتهم؟ ما فماش حاجه أساسية. هذاك عنده ولد وربما يشد الحزب، الآخر عنده مشروع بوتيتر في 2019 ما ينجم يمر إلا أترافيغ، يلزم السيد هذاك يتنحى إلى غير ذلك. هي سياسة وضيعة جدا، وهي يعني حاليا الدولة هي اللي قاعد تدفع الثمن نتاعها. لكن إذا كان جو للجانب الرئاسة هي لو كذلك يعني يتحمل مسؤوليته. للأسف السيد الباجي قايد سبسي أنا حسب رأيي من 2014 حتى لتو هو اللي خلق الفراغ السياسي، خلق فراغ سياسي حوله، لأنه المفروض حزب وربح لك في الانتخابات مش لانه حزبك ولا كذا، الديمقراطيه راهي تقوم على الشرعيه الانتخابيه. طونك الحزب اللي ربح الانتخابات قائم، طونك حتى المواطن قادر يتابع الشان العام وقادر يحمل مسؤوليات. فشلت
يصوت ضدك، واذا كان نجحت ربما يعاود لك. اما للاسف لسببين. السبب الاول انه السيد رئيس الدوله يبدو لي كانت عنده اهداف انه ما يحبش القصبه عندها حضور كبير في الحكم. عين وانا نتحمل على مسؤوليتي كمحلل سي حبيب السيد وحتى سي شاهد عينهم لانهم شخصيتهم ضعيفه بصراحه وما همش سياسيين. لكن اليوم الواقع يقول عكس هذا، وكانه يوسف الشاهد مفاجاه معناها بالنسبه للباجي قايد. لا لا بيان سور، لانه ضعف روحه، لانه المشكله وين؟ انه هذه الاشكال هو اللي في الممارسه السياسيه نتاع السيد الباجي قايد السبسي، اضعف نفسه. يعني هو تذكروا انتم كانوا في نداء تونس كل كادر يخرج الكوادر المؤسسه ويقولوا يا بالسلامه ربي عينك ربي يوجهك خير، وهنا كانه يتمزع على العباد خلق فراغ كبير. وشكون اللي تسبب في دخول يعني ناس ما عندها حتى علاقه بالمشروع اللي كان يحمله نداء تونس، المشروع اللي كانوا يحلموا به يعني الناخبين نتاعو على الاقل، تلقى ناس ما عندها حتى علاقه لا بالبرجيبيه لا بكذا لا بكذا لا بالحداثه لا بالتحديث المجتمعي، حتى في شكله البرجيبي ما عندها حتى علاقه، هي ولت تقود في الحزب مع فساد ومع كذا وناس عندها قضايا الى غير ذلك. هذه كل بصراحه كان تحت اعين الباجي قايد السبسي، هو اللي يفرغ الحزام السياسي اللي حوله. راي السياسه احنا ماناش في مرحله نتاع استبداد وين ثم قوه قاهره تنظم لك الدوله حتى بالقوه، ما كمام السيستم يبقى يخدم. الحياه الديمقراطيه مبنيه على شرعيه الاحزاب، مبنيه على الشرعيه الانتخابيه، ضرب الشرعيه الانتخابيه هو اللي خلق الفراغ السياسي اوتور يعني الباجي، وكذلك فراغ سياسي حتى في البلاد. يا اخي توا احنا مثلا اغلب المواطنين كي تسالهم 2019 شكون باش تنتخب، بالنسبه لهم فما فراغ سياسي لان ثم كانت قوه سياسيه اندثرت. وبالتالي معناها حتى بالنسبه لسعيده قراش اللي هي صديقه، وحتى بالنسبه لبنتيشه يلزم كذلك يراجعوا ممارساتهم اللي هي اكتمت في فتره ما، يعني اللي هي اضعفت. ما يهمناش في النداء كحزب، راه لازم نفهموا النداء لانه كحزب نجح وهذا مهم راهي الحياه السياسيه. لكن اليوم تقريبا ما عادش نجموا نحكيو على نداء تونس، معناها قوى الحزب اللي خرج في الانتخابات اليوم ما عادش موجود. بيان سور يعني تقريبا هو حتى كي نقولوا نداء تونس شكون؟ نداء تونس اسكو حافظ؟ اسكو اللي جانا واش اسمها التنسيقيات الجهويه اللي هي يبدو لي البارح نقرا في بيانات قال لك السي سليم الرياحي ما يلزمناش؟ اسكو سليم الرياحي تعين وتم باستشاره الاخرين ولا لا؟ يعني علاش نرجع انا من الاول قلت لك نوضحوا للمشاهدين اللي قراءه المشهد السياسي وخاصه التحركات على الاقل اللي تمت في نداء تونس ما عندها حتى منطق نتاع سياسه، منطق نتاع مصالح شخصيه، منطق نتاع طموحات شخصيه. علاش؟ لانه هنا نرجع ربما لاشكاليه عامه باش نساعدوا حتى المواطنين باش يفهموا شوي في تحليلي الخاص. راهي الدوله اما عندها زوج سياقات في يعني كيفاش تنشط الدوله في مرحله معينه. اذا كان في مرحله استبداد تبدا يعني تتحرك الدوله، الروح نتاع الدوله راهو القانون ولوتوريتي دو لا لوا. لوتوريتي دو لا لوا تجي في مرحله استبداديه من الاستبداد، يا خويا طبق وتضرب بالعصا ولا تشد الحبل، مي كوميم لاباري تخدم. في المرحله الثانيه تجي وفي المرحله الاولى نتاع الاستبداد تطرح السياسه علاش الدور اشكاليه الحكم، تحكم وحدك ولا نحكم معايا، وهنا تجي المطلبيه الديمقراطيه. المفروض منطقيا اليوم المواطن يقول لك هذا احنا تجاوزناه. فوالا المفروض في مرحله الانتقال الديمقراطي الدستور والمنطق الديمقراطي يلغي ينهي مساله الحكم وتصبح السياسه تدور حول تسيير الشان العام. انت عندك برنامج انا عندي برنامج لتسيير الشان العام ونمشوا نشاوروا المواطنين في الانتخابات. مصيبتنا بعد لو 14 جانفي شنو؟ بقينا محافظين على نفس اشكاليه عقليه الحكم. النهضه اعتبرت نفسها 2011 عندها شرعيه الحكم وتحكم كما تحب والدولة أصبحت ملكها، وبالتالي معناه الشأن العام يمشي في مرحلة ثانية. هذا ربما نفهموه راهو لأنه حركة النهضة بما أنها تمثل الإسلام السياسي، لو نرجعوا حتى الأدبيات نتاعهم ما عندهمش مشروع سياسي، نحي الإسلام والهوية ما فماش، الدولة هي وسيلة لأسلمة المجتمع. مشيت في التجربة هذه لكن صارت اللي نعرفوه. المصيبة وين؟ أن الناس اللي تفهم السياسة بمعناها الحديث أون 2014 هما بيدهم عود يهتموا بيعني اشكاليه تسيير الشان العام، بقاو في عقليه الحكم. وين جسدت عقليه الحكم؟ هاي نحكم مع النهضه ولا نحكم وحدي، نتوافق مع هذا ولا كذا، نخلي لولدي ولا كذا ولا ما نخليش. عقليه الحكم اللي هي طاغيه شنو تنتج لك على مستوى عملي؟ تنتج لك ان الناس اللي باش تدخل في الحياه السياسيه ما عادش عندها علاقه لا بالكفاءه ولا شيء، هي عقليه نتاع ولاءات، هذا يخدمني، هذا متاعي، هذا مش متاعي. وهذا ينطبق على التشكيله الوزاريه المطروحه طبيعي اليوم. جدا طبيعي جدا، لان على هذه كما قلت لك نرجعوا نحن الاشكاليه الاساسيه نتاع
مرحلة ديمقراطية هي تسير الشأن العام. شنو هو موقع ما يسمى بالتحوير الحكومي اللي حسب رأيي هو حكومة جديدة من تسير الشأن العام؟ أنا بالنسبة لي هذه يعني حكومة جديدة متناقضة تماما حتى مع الشعار اللي رفعوه نتاع استقرار حكومي، يعني هي معنى يعني شونجمون توتال نتاع حكومة أي. عكس معناها ما يحكوا فيه، ولا علاقة لها بتسيير الشأن العام. وأنا حسب رأيي هي ديما كل يوم سياسيين سواء اللي يحكموا سواء بعض اللي يعارضوا ديما يعطونا يعني ديما مثل في ضرب الدولة. للأسف عندنا هنا في تونس راهو عندنا كثير من السياسيين بصراحة ونقولها معناها على مسؤوليتي لازمهم محو أمية في معنى الدولة. مازالوا ما يعرفوش الدولة شنو معناها، مازالوا ناس معناها ماشي في بالهم الدولة هي الحكم، تلقاه يجري على منصب وحطني وزير وحطني وكذا، هو تحطه هنا تحطه غادي يمشي وين يحب، المهم موجود في منصب. كذلك يعني العملية السياسية ما همش عارفين راهي تدور حول الشأن العام، تسير الشأن العام في إطار الدولة. الناس توا للأسف قاعدة تقدم في يعني صورة سيئة على الدولة، وهذا باش ندفع ربما ثمن كبير برشا في الانتخابات تاع 2019. تبقى عندنا متابعة في الأيام الجاية وين باش توصل الأمور، وخاصة هالاختلافات هذه كيفاش باش تأثر على سير الحكومة الجديدة. شكرا لك عادل طيف، يعطيك الصحة على تلبية الدعوة. نمشيو معكم لتقرير من إذاعة قفصة، نتحدثوا على موسم جني الزيتون، ثم نرجعوا نبداو الحديث. واليوم نحكيو في ركن التغذية على الخبز، أنواع الخبز، وللناس اللي تقوم بحمية غذائية هل صحيح انه الخبز يلزمنا نحيوه تماما والا كيفاش يلزمنا ناكلوه؟ هذا تشوفوا معنا بعد قليل، خلينا في الروبورتاج. نخلطوا هنا الست، نروحوا ساعتين نفرحوا به موسم الزيتون. كيفاش تخلصوا؟ والله يرحمكم. تخلصوا بالقلبة بالفلوس كيفاش؟ بالقلبة. إيه قلبة كل مرة كيفاش؟ مرة ب 3000، مرة ب 4000. محمد للعانسي أصيل عماد القرية معتمدي سيدي عيش. بدينا اليوم موسم جني، افتتاح موسم جني الزيتون، فهمتني؟ وهاك ما تشوفوا في الشانتي صغير، لانه نحن يعني مشاكل كما المستثمرين الكبار، يعني هذا الزيتون هذا وارثينه على جدودنا، هذا من عام 1960 بالضبط، فهمت؟ هلا بدينا اليوم نجمع في الزيتون والعمل الله. عبد الستار غلطان رئيس دائرة إنتاج نباتي بقفصة. افتتحنا اليوم على بركة الله الموافق 2 نوفمبر 2018 موسم جني الزيتون بقفصة. المكان هو عمادة القرية من معتمدية سيدي عيش. تقديرات الصابة الجملية هي حوالي 60,000 طن. ما إلا أنه مع الأسف نظرا للأضرار اللي شهدتها الجهة من أوائل شهر جويلية أوت سبتمبر وأكتوبر، معناها أتلف ما يقارب حسب اللجان الجهوية 10,000 طن، وبالتالي الإنتاج التقديرة الثانية كان في 50,000 طن. هذا بحول الله يمكن نخرجوا منه ما يقارب 10,000 طن زيت جني في حدود 100 مليم. توا معناها كيما المعصر هذه مثلا يبيع لك الزيت على 10 دينارات، أي أهم المناطق هي الإنتاج. هو الزيتون توا قاعد يشهد معناها توسعة كبيرة ياسر على مستوى قفصة، أما أهم الغابات هي بطبيعة الواحة العريقة، واحة قفصة، واحة القصر، ليلى، الكتار، بو عمران، معناها الكتار بصفة عامة. الزيتين هذه تعطي جودة عالية جدا، موجودة في الكتار، موجودة الحقيقة في كامل الولاية، أما أهم مناطق الإنتاج اللي هي قاعد تشهد توسعة وتكثيف وعمليات ري مكثفة هي سيدي عيش وقفصة الشمالية. يتوازى معها السند، وتوا قاعد تطلع لنا معناها تبان بالكاشف وانه قفصه جنوبيه، معناها نقصد انا النظور والعلنده، وقاعدين واد الاصفر قاعدين باش ياخذوا نفس النمط اللي موجود في قفصه الشماليه. وبالتالي
على 7,700,000 اصلي عندنا سناء، احنا في 2025 بحول الله باش يكون عندنا ما لا يقل على 10 مليون.